السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الطلاب المميزين، الطلاب الأذكياء، الطلاب الشطار، إن شاء الله يا ربي الصحة والسعادة، وإن شاء الله أعلى المعدلات والإعفاءات، ورافعين رؤوسنا ورؤوس أهلكم بمعدلات راقية وإعفاءات مميزة مثلكم يا راقين. اليوم موضوعنا هو comparative and superlative، المقارنة والتفضيل للصف الرابع الإعدادي بالوحدة الثانية. وموضوع المقارنة والتفضيل أنتم ماخذينه بصف الثالث متوسط، لكن الصف الرابع ايضا هو الموضوع ضمن الوحده الثانيه ويشمل مادتكم يا طلاب الصف الرابع، فركز عليه. واذا متذكروا الخير واهله، لا تضوج الاستاذ، لا تقعد تسولف على اساس تسيطر، ارفع يدك واكسب درجات كطالب، ولا تخبص على انه تعرف الموضوع وتريد غير موضوع. تمام، موضوع المقارنه والتفضيل موضوع سهل وبسيط. ايش عندنا؟ عندنا موضوع المقارنه، اما تضيف اي ار للصفه بنهايتها، اللي هو هذا الاي ار بنهايه الصفه، يعني الصفه تصير يعني، او تخلي كلمه مور بعدين تخلي الصفه. اخلي اي ار اذا صفه ذات مقطع واحد، واخلي مور وبعدين الصفه اذا صفه ذات اكثر من مقطع. هذا بحالة المقارنة، اخلي الصفة بعدين اخلي لها اي ار اذا الصفة مقطع واحد، واذا الصفة اكثر من مقطع واحد اخلي مور بعدين اخلي الصفة. زين، هذا بحالة المقارنة. بحالة التفضيل اذا الصفة ذات مقطع واحد اخلي بنهايتها اي اس تي، واذا الصفة اكثر من مقطع واحد وراد من عندي تفضيل اخلي the most بعدين اخلي الصفة اللي هي اكثر من مقطع واحد. يعني بين قوسين الصفات عندنا تنقسم الى ذات مقطع واحد او اكثر من مقطع. شلون اعرف الصفات ذات مقطع واحد او اكثر من مقطع واحد؟ حسب حروف العلة المحصورة بين حرف صحيح الى حرف صحيح اخر، يعني هذا حرف صحيح وهذا حرف صحيح، اللي بيناتن حروف العلة ينحسب مقطع واحد. إذا 50 حرف بين صحيح وصحيح ينحسب حرف واحد. أما إذا صحيح إلا صحيح إلا صحيح إلا، هذا كل بين صحيح وصحيح ينحسب مقطع. المهم يكون حرف علة. أجي أنا عندي شغلات. أول شغلة أعرفها إنه أضيف إي آر بالمقارنة وأضيف إي إس تي بالتفضيل، هذا بالمقطع واحد. أخلي مور للمقارنة وأخلي موست للتفضيل أكثر من مقطع. أجل، عندي قواعد أمشي بها. إذا الصفة عندي انتهت بالحرف إي الصامت هذا، فهذا كأنه مو موجود، يعني كأنما الكلمة هيج أصلا بدون إي، فتنحسب ذات مقطع واحد. إذن المقارنة مالتها أضيف إلى إي آر بالنهاية وأضيف إلى إي إس تي بالنهاية للتفضيل، فهنا نايس منتهي بالحرف إي مباشرة أضيف بس آر، نايسر، the nicest، هذا للصفات ذات مقطع واحد. زين، اجي نو، اذا الصفة ذات مقطع واحد شوفها كم مقطع؟ اكو حروف علة ما عندي بس هذا، بين صحيح وصحيح، اذا مقطع ذات مقطع واحد، هذا الصفة ذات مقطع واحد، شلون عرفت المقطع واحد؟ هذا صحيح وهذا صحيح، بيناتهم حرف علة، وانا اعتمد على حرف العلة حتى احسب الحروف الصحيحة، اذا ذات مقطع واحد، شوف هاي بيج. حرف صحيح وحرف صحيح بين الحرف واحد، حتى لو هنا اكو خمسة حروف بين الصحيح والصحيح ينحسب المقطع واحد. تمام، هسه راح ناخذها. المهم انت تحسب الصفات، تحسب المقطع حسب بين الصحيح والصحيح. انا ما عندي بس واحد اذا مقطع واحد. هابي، الواي تقلب الى اي وضيف اي ار بالمقارنة، والواي تقلب الى اي وضيف اي اس تي بالتفضيل، هابي ار ذا هابيست. واكو شغلة انتبهوا عليها، بيج حرف صحيح قبله حرف علة، أضاعف الحرف الصحيح وأضيف إي آر، أضاعف الحرف الصحيح وأضيف إي إس تي، بيجر، ذا بيجست، ضاعفت الحرف الصحيح وأضفت إي إس تي، ضاعفت الحرف الصحيح وأضفت إي آر. وأكو شغلة لازم ننتبه عليها، بحالة التفضيل لازم أخلي ذا قبل الصفة، لازم أخلي ذا قبل الصفة. زين، أجعل هذه بيوتيفول، كم مقطع؟ صحيح بصحيح بيناتهم حرف علة واحد، صحيح بصحيح بيناتهم حرف علة صاروا اثنين، واحد اثنين،
صحيح بصحيح بيناتن واحد اثنين ثلاثة، بس هذن ثلاثة تنين حسب المقطع واحد لأن ما جا بيناتن صحيح. لو 100 حرف بين صحيح وصحيح ينحسب مقطع واحد، لازم المقطع يكون محصور بين صحيح بصحيح حتى ينحسب مقطع، حتى لو 50 حرف. شوف هاي ثلاثة حرف بس بين صحيح وصحيح نسبت مقطع واحد، هاي حرف واحد بين صحيح وصحيح نسب مقطع واحد، إذا لازم يكون بين صحيح وصحيح حتى ينحسب مقطع. هاي كم مقطع واحد؟ اثنين ثلاثة. إذا أكثر من مقطع واحد أخلي مور بالمقارنة وأخلي the most بالتفضيل. فإذا تقول beautiful إذا تقول أكثر جمالا أقول more beautiful، إذا تقول الأكثر جمالا أقول the most beautiful. تمام؟ ER للمقارنة و EST للتفضيل، more للمقارنة و the most للتفضيل بالصفات الأكثر من مقطع. هذه كصفات عامة، أي صفة تلاقيك تتبع هاي القاعدة اشتغل عليها. حرف E بس أضيف R و ST، الحرف Y يقلب إلى I، والحرف الصحيح قبله حرف L يضاعف الحرف الصحيح وضيف ER، ويضاعف الحرف الصحيح وضيف EST. إذا عندك الصفة أكثر من مقطع أخلي more قبلها أو أخلي the most قبلها. زين اجي انا عندي شغله، اجي بيوتفول، اجي انا عندي شغله اربع كلمات هذني شواذ ما يتبعنا القاعده جود، المقارنه مالتها اذا هو جيد بيتر بعد احسن، ذا بيست الافضل، هاي المقارنه مالتها. ما اقول قدر ذا جودست، لا اقول بيتر وارجع اقول ذا بيست. باد سيء، ما اقدر اقول بادر ولا أقول the baddest، لا أقول worse أسوأ، the worst الأسوأ، far بعيد، farther أبعد، the farthest الأبعد، little قليل، less أقل، the least الأقل. هذن الصفات الأربعة good bad far little، هذن الأربعة ما يتبعن أي قاعدة من هاي القواعد، إنه أنت إذا لقيت E مباشرة نضيف S T أو R، إذا عندك حرف صحيح بين قبله حرف علة ما تضعف الحرف الصحيح، إذا انتهت بالحرف إي ما تضيف آر أو هاي السالفة، ما تتبع قاعدة. هذني شواذ لا تمشي على هذني، تحفظن حفظ غير هذني. أي شيء صادفك ذات مقطع واحد تطبق عليه الإي آر والإي إس تي، أي شيء صادفك أكثر من مقطع واحد تطبق عليه ذا مور وذا مو، العفو مور وذا موست. تمام هذا بشكل عام. زين أجي هذا بشكل عام المقارنات، عندي مقارنات من نوع آخر، مثلا أقول والله فلان طويل مثل فلان، والله مدرستنا أكبر من مدرسة فلان، والله اليوم طبخنا أطيب من طبخكم، هذه كلها مقارنات بالحياة تمشي، فلان أطول من فلان، فلان أكثر من فلان، فلان أشطر من فلان، هذه كلها مقارنات تمشي بالحياة، فأنت شلون تعبر عنها؟ عندك قواعد، الاسم إز آز الصفة آز الاسم الآخر، هذا بحالة شخصين متشابهين بشغلة معينة بصفة معينة. الاسم إذا أنت آز صفة الاسم الآخر اللي هو هنا آز الاسم الآخر، هذا في حال شخصين مختلفين بشيء معين، يعني هل المتشابهين وهل المختلفين. both الاسم الأول and الاسم الثاني وفعل مساعد جمع والشيء المتشابه في حال شغلتين أو شيئين متشابهات بشيء معين، مثل مدرستنا كبيرة مثل مدرسة فلان، فلان وفلان نفس العمر إلى آخره من الصفات. neither اسم، nor اسم، زائدا الشيء الغير صحيح، الشيء غير صحيح الشغلتين، شغلة منفية الشغلتين ما يحبون ما ينجحون كذا إلى آخر من الشغلات الغير صحيحة. أنا شلون إذا أردت أشتغل على حسب هاي المقارنات، على حسب هذا القواعد إنه شغلتين متشابهات بشيء معين أو مختلفات بشيء معين، شلون أمشي عليها؟ شوف هسا عندنا مثلا القاعدة الأولى، geography is interesting، physics is interesting، الجغرافيا ممتعة، الفيزياء ممتعة، زين أني اللغة الإنجليزية لغة تكره التكرار، ما تحب إنه أنت تكرر الأفعال، فلذلك لازم تشتغل على جملة بدون تكرار. زين هو انطانا هاي الجملة وقال use as as، يكتب لك هيك use as شارحة as، معناها يريد من عندك هاي القاعدة، فأنت تجي تنزل الاسم أي اسم جيوغرافيا أو فيزيكس أي اسم من عدل لأن أنا بالمتشابهات. فننزل جيوغرافي، نزلنا جيوغرافي، is as الصفة، الصفة المشتركة اثنينهم شنو؟ interesting ممتعين، interesting
زين. آز الاسم الآخر، شنو الاسم الآخر؟ إذا كان في الجغرافيا إذا ننزل الفيزياء. فيزيكس. نقطة. انتهت عند المقارنة. بدل ما أقول جيوغرافيا is interesting، physics is interesting، وكررت الجمل راح أقول جيوغرافيا is as interesting as physics. الجغرافيا ممتعة كالفيزياء، يعني اثنين الممتعات. زين، هذا بحالة إنه أنا التقارن بين شغلتين متشابهات. زين، قال لي هنا مثلاً، خلنا نمسح هذه. قال هنا my brother is tall، أخي طويل. My sister is short، أختي قصيرة. اثنين مختلفات بشيء معين. وقال لي use not as as، استخدم not as as. أجي not as as الاسم، الاسم الأول my brother أخي. isn't حلو. as صفة الاسم الآخر، الاسم الأول صفته tall، الاسم الآخر شنو صفته؟ قصير short. إذا ننزل صفة الاسم الآخر short. as الاسم الآخر منو؟ my sister. صارت my brother is tall، my sister is short، أخي طويل أختي قصيرة. زين، إذا قلت my brother is not as short as my sister، أخي ليس قصيرا كأختي، معناه إيش بيقول؟ طويل. انتهت الشغلة. أنني سويت مقارنة بيناتهم لكن بغير تعبير، بغير جملة، ما كررت الحروف، ما كررت إز، ولا كررت الصفات. أنا اشتغلت على شغلة معينة. هذا بحال شغلتين مختلفات انتهينا منها. زين، أجي على شغلة معينة. Both الاسم الأول عند الاسم الثاني فعل مساعد جمع الشيء المتشابه. تمارا is in year 10، سارة is in year 10. تمارا عمرها 10 وسارة عمرها 10، شلون أقارن بيناتهم؟ شو يقول هنا؟ يقول نزل بوث، نزلنا بوث. زين، شو يقول الاسم الأول تمارا؟ and الاسم الثاني منو؟ سارة. فعل مساعد جمع تمارا وسارة، وعندي and بيناتهم يعني اسم جمع، شو اختار لهم؟ اختار اسم جمع اللي هو الار. زين، الشيء المتشابه بين تمارا وسارة شنو؟ هدفنا ليش صارت ار؟ تمارا وسارة نزلناها، تمارا وسارة ان يير 10، ان يير 10 ار ان يير 10. نقطة. تمارا عمرها 10 سنوات، سارة عمرها 10 سنوات. انا قلت كلا تمارا وسارة في العمر العاشر، يعني اثنين العمر 10 سنوات، فأنا شبهتهم بدون ما أعيد الجمل وأكررهن. أجي النوب الشغلة الأخيرة اللي هي شيء غير صحيح لشيئين. علي doesn't like physics، علي لا يحب الفيزياء. رشيد doesn't like physics ورشيد لا يحب الفيزياء. إذا علي ما يحب الفيزياء ورشيد ما يحب الفيزياء، إن شاء الله مختلفة لو غير مختلفة؟ مختلفة. راح يقول لي use neither، شارحة نور، أو يقول لي بس use neither. أنا استخدم neither. شو تقول عندي؟ يقول نزل neither، نزلناها. زين، اسم علي. زين، نور اسم من النور رشيد. واللي يقول رشيد مع الموبايل مباشرة أنا طفى التصوير وما كمل شرح. اسم نزلته. الشيء الغير صحيح المنفي، الشغلة الغير صحيحة المنفية شنو هي؟ علي نزلته ورشيد نزلته، الدزنت استخدمته والدزنت استخدمته. لايك فيزيكس ولايك فيزيكس، شو استخدمها؟ لايك فيزيكس. لا علي ولا رشيد شو يسوون؟ شبيهم يحبون الفيزياء. لا علي ولا رشيد يحبون الفيزياء. زين، ايه هنا اذا دحقت هذه اسم مفرد ونور واسم مفرد، معناه لازم اضيف اس هنا حسب قاعده المضارع البسيط. اذا جاني فعل مفرد لازم اللي فعل الفعل اللي بعده يضاف اليه اس، فانا خليت ايه هنا اس. الشخص الثالث من حذفت دزنت ايضا. شوف هنا شغله عندك، هل تحذف الدس ترجع على اس، واذا فعل مضارع ايضا
نفس القاعدة، إذا فعل مضارع مفرد لازم ياخذ فعل مضاف إليه إس. زين هنا راح يقول لي طالب استاذ هم علي ورشيد صاروا اثنين، هذول جمع، ليش استخدمت قاعدة المفرد وضفت إس للمضارع؟ ليش ما خلت آر هذا؟ لأن النون هنا مو بمعنى لا، مو بمعنى و حتى تجمعهم اثنينهم، هنا النون جت بمعنى النفي، كأنما أقول لا علي لا رشيد، كل واحد واحد ونفيتهم اثنينهم. الشغلة غير صحيحة لهم اثنينهم انهم اثنينهم ما يحبون الانجليزي الفيزياء العفو، هذا جت للنفي. هذا كل ما يتعلق بموضوع المقارنة والتفضيل بالوحدة الثانية للصف الرابع على الاعداد، اشوفكم بموضوع ثاني وفيديو ثاني في مال الله.